السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الاثنين عن شروعه بمفاوضات تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، مبينا أن أزمة رئاسة الجمهورية ستنتهي قريبا. وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم في حديث أن مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية ستبدأ من الأسبوع المقبل، وهناك مساعي للمضي سريعا بتلك الحوارات. وأضاف أن الأزمة السياسية انتهت بعد أداء اليمين الدستوري لبدلاء النواب المستقيلين، مبينا أن المرحلة القادمة ستكون سريعة الحركة لإنهاء الانسداد. وكانت القوى السياسية المشاركة قد أصدرت في جلسة البرلمان الخميس بيانا مشتركا عقب الجلسة الاستثنائية التي أعلن خلالها الإطار التنسيقي مضيه نحو حكومة الشراكة والتوافق والتوازن.